هنا حصينا من القدم هنا محمد من اللي يخدم يخدم مليح مليح تفضل تفضل زيد اي ثما في من سيوين القدوم اي ثما في من سيوين القدوم عند سيور جيرتاخ مصريين إدهيمان أموسو نعرف نشين عشي آذم التثاء أنشاور ذم زواء ومثم عزيز حماذا نغدي السيور في بونتوثن أو دي قدمي بونتوثن إخوان السيور إثم التثاء تغزم الصوت مليح ديني أرنس شو دي الصوت مليح خذاري كومنتير ما الصوت مليح أزوخك أزوخك ثم تغفر الله أزوخ ما أعرف تسوى مليح إجن إجن نوع الشي إجن مدي ثلاث الصباح باش نجمع ذانيتي أن نسمون ثو رون أن نسمون ثو عارف أن الناب اللي نزونا السور خوعات منقذين بون رو ونيتي غانا ونيتا نحاول ما أمكن أن السور يجن ساعد مون باش نكش حاجة الإفادة نستفيد نشين جرانا ننا باللي السور خرثان منقذين يجن الحدث ربما ديري تاريخي الحدث اللي وقع عند البرلمان الاتحاد الأوروبي مع 28 كثنين يقعد يتقرب نزلوا نسيو خمس شي حاجه نشي ذا نعزمي نقيت جم مهم تهم الحراك بصفه عامه ذاك الشتات هي ما موقف وش من الدور اللي خاصنا مزيد وين الحراك نطرح بعض التساؤلات ديال المجال ونيتي عن غير نقيت تنكروت هو أو هي الملف المطلوي الحراك الشعبي قاعدين نحاول ما أمكن أن نوسع النقاش كذا ثرق كذا نقيضين السرفة كيش مدة نروخ ربما نساعد ما رناني شان 5 مينوت 10 مينوت منا تينا تنقيضين السجل أنا بذا سلحدث دي قوان في العاصمة أوروبا بروكسل وبالضبط في مقر البرلمان الاتحاد الأوروبي نسم باللي نهار 28/2 هذا وقع مني نقاش مسألة حقوق الإنسان عريف تسمى ديجي حقا ديجي مكسب المقران ديجي نجاح المقران يتعقبت أول وقبل كل شيء الشارع الحراك الجماهير الشعبية يجي سيوهم من 25 نعرف الرأي العام الأوروبي باش هذا جعلن موضوع في البرلمان هذو الشغوات يثومة محمد الورياشي السيتيم هذين الرأي نسكي النقطية وشانيني مرة أول من النقل يمسيوي تومة محمد قد شاء تومة عزيز نشكر إش خور النش بسم الله الرحمن الرحيم المهم على حسب المسيرة يعني الكولوك اللي غيوقع من 28/2 في البرلمان الأوروبي في بروكسل نشي منايا ترغد غاس زعما يعني سجن القوة انترغد مرري فيا ماني مجان يعني وضرب بيدي جن هذا مقرن يعني دي جمهور هذا مقرن يعرف النغ اديري تاريخي مش يعني الفكرينو وهي يخص ديري تاريخي ام زوارو دي الشارع باش نسمخو باللي قديري تاريخي على حساب وضرب عماس ما يوقع النقاش دي البرلمان الأوروبي دي قضية الريف من هي قضية تاريخي لكل حال ولكن قضية نجم التاريخ إذا ما نشينا ثلاثة نشي أخصدي بيخصي ذا النم وهي قضية تاريخي دي الشارع
وما حنا ديري تاريخي اخسا ادين نحضا صوت الطاس انه العائله تنا طاولنا ايتمتنا اسمتنا ادين نحضا و يعني س فرانسيس تقانس مالغري مالغري من دين وقعن قنسن باللي وقع عندي شخصنا ديك شويه يعني محامين نوايدي ويناس قنسن باللي ديني تشويش هذا اخر ولكن شي الدور النغ كجماهير الشعبيه مش هذا شخصيا تعتبر خفينو يجل الزيسن الدور النغ وهي في سديريا المسيره اللي غينطلق زي لا بلاص دو ترون اخستيري تاريخيه فهمت عند يعني هذا سن شنو اوروبا قال سجنا سن قبل ولكن يوز دي يعني اجن التاريخ اجن الوقت اللي سناري اجن التاريخ باللي قال الحراك الشعبي يعني يتوخرق دي الشارع دي بار خيوط المرحله يوضع البرلمان الاوروبي توما عزيز ولكن دور غير شي دي الشارع يعني يعني غاس شويه يعني غاس شويه فالور قيمه راس القيمه تقريبا شنو غادي اخرج لبرا من ديك الكتاب المنايا والمجهودات تكن مره يري في لنا دي كيناسا دي المشروعه شن هنا يعني اش تحيي خت السانيتير ويعني ورا النقاش هذا نهارين هاني ذا ديج النقاش يسبق التاريخ اللي فهمت او تجيبو صدفه واحد بديت زي نقطايا يمكن مره من بنادي اوروبا خو اسكواز كومي يعني اسكواز دوزيام يعني ربما يسكو ضرب غنقطايا نان 28 دي 2 يعني شني خديت نهار ملي ديك اللايف يعني سي تا تورنو يعني ديال جو فيراج غا وقع دي الحراك دي اوروبا دي الريف بصفة عامة وربما غنسيو العاد وحدة يعني دي مطالب الحراك دي التصعيد تصن حوايج ولكن حاش تم الزوار تم الزوار تخص غادي نشري نقاش نهار ذا وهي يتخص نهار ني وزما نشي وزما هذا غينجم ولزما وغنغبو الامكانيات اذا غنستنجم يجنها شنو هو واخا كوريجن من يقا كوريجن من يتبنسا كوريجن الفكرة الناس كوريجن أمو ولكن شيو دار بي نهان نيا وزما تنسجن تد الفكرة ينو وما رأي نشان سؤالات زمع زعما بودا عنو ديسن ديسن يعني ديسن هارد ولكن دي ساعتا شيو دار بي انسيغي دي مين دي بدا قال بقوا نهان نيا نهان نيا يعني دي جنن نها ونزمة وغنغول امكانيات يعني يخص بالسيف خانة هذا سنخ زمان يخص الدنيا شتو بدا أفقد أشغ أوي وعليش أداني شوية في البرلمان الأوروبي من دي صغيرين من 28 زي 2 نشتي تيمة أنه المؤسسة يعني أوروبا أتيري دي المستوى يعني ازاي سنتراجع الشيء ما يمي يغسل حسين بعين الاعتبار ثاني يمكن ديجن تبريتا سنتسكة يعني الثاني تاني البرلمان الأوروبي على أنه غسل حسين البعد يعني السياق التاريخي القضية الريفية لأن يعني القضية نعرف وجيبون يلنال وجيبون 2016 نغم 2017 من هي ذاقذي إذن زي الواجب نتخاسن يغسل حسين يمسرينا زي سنوات الحرب الكيميائية مثلا يعني الخطة الثلاثية الهجوم الثلاثي يوقع خريفينا وعدين لا سفوس لا صداع نشين تو نغضي ثماهنا نشين وان هجيم حد نشين وان نشاحد نشين وان زواحد دينا غان غديوسين دينا غان غي هجمن القوى الاستعمارية نهارة توسا سنتيد الفرصة وخاصة الدولة النومي قان فرنسا إذا نتعيش نشي نهار حاليا نقارسي فرنسا نشي نروح كوم غالاندوشين نشي نقاكا كوم قارة كونترا النازية نشي نبداتو غنخوغز ديسنو إذا نهار نقارس الرئاسة الفرنسية
نغير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقارس توسس جيج الفرصة تاريخية باش فرنسا أتيني ورنس عبر البرلمان الأوروبي، لأن فرنسا غاس ديني إبرلمانيين أوروبيين بالبرلمان الأوروبي. إذن فرنسا توسس جيج الفرصة تاريخية باش هذا نتوجه باش نختخزع باش كي نغفي كفوس النس باش نقرب طريقة النثاق ذيت أن بداج طريقة تجديد تبناخ الإنسانية تبناخ التعاون تبناخ التصنت مسرايين شنات إما زيرني هنا ميدو سين غاوروبا قديما وسينت كحل سانتو جيستان ميزوا غا إيطاليا وديو سي بوه جم خاسم يوسد دغي الصغار اللاتينية يوسد دغي ديج الإنسان معروف دي الكاثوليكية يخشي الطاس أوروبا ذي الميدانة أو تغث رجل مثقف إلى آخره وني توشخيد على سبيل المثال. ولهذا نهار ندور على البرلمان الأوروبي يخصي برلمانين ديرين واعيين بأنه القضية الريفية قضية القرن الواحد والعشرين مرن القرن العشرين الشبي سعمود الطاس يعني حتى 58-59 حتى 84 من درني وذن الدع نخصصني برلمان ينضب ربما نهارات لأنه نضرنا نغن الدع ونهن السنن منايا إذ نخصى في ورقنا خصان السنن باش أدسوش نجن البعد يعني إنساني باش نهارا أديرين على وعي أنه ماشي قضية نهارا ماشي قضية الحراك الريفي قال حراك الريفي نعمون سزقوامي فعلا الحراك الريفي عمون سغاسج الخاصية نص ولكن نهارا إخسا يعني أدخزان غا الحراك على أنه يسد باش أدي جيجن الحل لأنه حراك سير من مؤسسات البرلمانية نهارة سياسية إذن ركسين تبع عند اعتبار المنايا والمنايا يتوارغ يعني مهمة الطاس أسنوجه الرسالة وخاصة فرنسا حما أتكفوس الناس حما غان اختخزا دونك تمني غذيري يعني النقاش اللي غيوقع عند البرلمان الاوروبي ديري بناء وديري غادي نغيبش النتيجه وما مشني سيتي غادير القرن الواحد والعشرين القرن يعني بدايه يعني طي صفحه الماضي باش نبدا اجل الصفحه القرن الواحد والعشرين اجل الصفحات بنا الديمقراطيه بنا حقوق الانسان واثبني بوخ العنف واثبني بوخ التقتيل واثبني بوخ خطيت واثبني بوخ يعني استنزاف ثروات يعني الشعوب الفقيرة والشعوب المستضعفة من هي غينير السعد وغوار إفومات توفيق إيوا المهم هذاك اللي وطس يعني أفكار المستوى أمس قبل غير في مسرجة النقاش النهار 28 فبراير هاريج التعقيبهم بالزنفة مثلا هو عبد الله بالنسبة يعني الأحداث التاريخية يعني من زي أنا يعني التاريخ نعري في كالمركز شمش توريغ باش تناقش على الخوة الذي تم للبرلمان الأوروبي وصينا من ناحية تنظيمية وها ديني موضوع أولوية الموضوع يخصور ديني الخوات ساعدة قانا جديني الحبس قد تعالى من كيس العائلة تعالت إيبان ماشي ينحبسوها طبعا ديني حتى الشهداء الحراك إيبان المعاناة الحراك فينا أقفنت وتسنطانا وخل أساس مني غي قلنا مجلس قان لقاء مني إيبان وليتا يخص ديني الأولوية نشتوري من ناحية المضمون النقاش اللي يوقع من بعد تعقب بشكل عام يعني ما شتوري ومش تمسر شتن اللقاء طبعا الشخصين شرب دي توريخ المسرايين يتعشي بيه غزار شوية دي بوزيتين لا بد أن نرمت زي الأغلط واني يتمارس أي واحد يتمارس يتكشن شن زماء لا بد أن يكشوية الأغلط ولكن مش شرب دي توريخ الحويش بوزيتيف تركز يتعشي بيه خاصل تركز تشجعني الشحنة مرة حتى وداني داك خزان من اللقاء تشجعني الشحنة تشجعني ودا إذا مش مش طريق النيل هذه ريدي جن مورار مش المجلس القاضي جن مورار لعري في ذي النيل هذه بدا زي واحد بس المسيرة يتكمل سل وقفة يعدوها الوقفة من بعد يتوقع النقاش ديال البرلمان لهذا دونك دي جمهورة
نقراني لي فيه مرة بغض النظر خل الايديولوجية دلي انتي ما ذمي خدافة عد الشك من النوع من التفكير بغض النظر نهار ليت تبون نديسيني فيه مرة تسور خل القضية نعرف ذوي الجد المهم تمي خستني سير ذي المبنى تمي زير ستعوض غير جولا غير سيتي مغطس مرة اللي فيه عند الجروب بغي غاد جد زمان نهار ليت الحلان هدس ما يمي صدقت نسن زمارة نعلو دي كيف ما بنغي يتعانن الخو يتعانن العائلة اللي يتعانن المؤاناة المعتقلين بدا نتركز خل المسألة قد تغسري غير النظي وما ثنا غيوب تغسي ولد الله فينش نتركز نسور خي نين عكشة طبعاني نين عكشة تعانن العائلة تنسن تعانن لا من ناحية المادية وما صفان يتقن ديج التعذيب معنوي ولكن قادني وذان غنيت ماشي تعانن وهي وعقيل غويس من نسي جلتو وغريخ النهار عاد ذي عين عيشة الحساني مادة الحسيني لا قانس الحسيني لانش قينس الحور رسن السجن عين عيشة يجوع الدب الشيء عمود مليح من بعد ويرنا سيفا السنقي من تعد دليتك اين الحور رسن السجن يعني اصلا قانونيا وغاس نبور حقا بمش حارس سجن الذي يدخل دي الشفاء يعني ولا مرت غيك عشان حشت وغاسن بقول حقوق السك عاده اذا انت تمسر اشتا المعاناه خاص خاص نركز المعاناه المساله الاخرى اللي تواليني طبعا الصوره دخل الاولويه التركيز في الحراك المساله النغنيت هذا صغى الحوايج شويه نيجاتيف صراحه يقصي شويه الحر السيو خاص التوزيع الانترنت هو المساله اللي التنظيم التراخيص شمالايني يعني صدعني ديالي فغن صدعني نيجاتيف حتى يوذان يواكين غيوث في ندير الحراك يعني يوجهون وشطاء بريتو غبانا دسن خبيني غزان النوع النية الديسكور النوع النية نواوري تساقو ظن اوارني دعف ما اوني يجين شد اجتماع باش يتنظيم عشان تمسر اجتماعه هاتي يجدي الاجتماع مين بيتغطف غال اللايف غاشن غاشن ومالايني دعف يعني يشي مهم ودا يتعجب خصي ونغطس ولكن تقرصيش الإشارة وهكا نقطة أن تمسرش التنظيم يوقع ليس الخلل ربي يوقع وور السفن داور نتما غبارا لاختلاف دي ترخيص المنين نقع ولكن يخصني سيد الموقف أنه غير من حاجة بوزيتيف دي جمورا ذلك في ذنقرب المسألة الغنيت هو طرح السؤال خمجة سقانة إذا هادي جنا النقاش مثلا المدعوين المنين نقع واش من حق عارفين نيشان نشيط غادي يطرح السؤال ويدير لحظه طبعا من حق اي واحد يسمع راه يطرح السؤال مين يجدع فن وهو ما تسدت ان مارس شن الوصايه خشن يجن يتمارس خاص تمارس الوصايه ما صدقاتشك وغات غير حق تطرح السؤال ما يميد غيس فرني ما مش مين يعنى فرني ما مزمار نسني ما الواد مزمار نسن خبيني تخصن الوصايه خمس ريينا باي تمام مش اي وباي حق أتجد من هذا المشكل النشيط يتمارس من حقه ما تطرح التساؤل ماني جميل دايس مرت ونسور خيج نحاش بوزيتيف أنا ويا مرة دي الاتجاه بوزيتيف طبعا الشيء ونحكم له يج ولكن مسألة عادية أن تطرح المشكلة تما ماشي المشكل وإن التساؤل غادي يخسر خل المحامي يجن النشيط مش ما يجي من حقه ما تطرح المسألة يا من المحامي من يعني مزديكا مسألة عادية عادية إذا إني مركا وصيغ مش يعني نغسي شمي الجن وراك بوري حقا تسقسيد وراك بوري حقا بأي حق تما ما يزدوني السلطة يا إتقد ماشي خيخ فنشوة هو إنما خوينة خلو شطاء نيخ الشعبي نش نمسر اشتوى سفهيم هو سفهيم قانا شاهدة قد تسقسيد قد تشويش ما مانا تشويش قد شي نتاها من عزوغا بيري ما نيني بوزيتيف فاش نحاش بوزيتيف نعزوغا نحس نعزوغا نعاون كيف يعقل هذه فيني سكوز مع تسقسيد؟ مين تعني؟ يعني فهم سرشتا البدا تشتغل تفكيرني الوصايا زي سنجد خزاء المهم شتوري خديج تفكير نيجاتيف بالعكس بلا ما دي ناقش وليني أدنى وينت من يتجن ذا عفان وما قال تشويش هي أتبدي من العامة سيدي أتسي ورد نيجاتيف بشكل عام ماشي طرح التساؤل مجرد التساؤل اللي غتحت خزان وانما غتسيورد بشكل عام كلشي ما استكدلي انتقاد كلشي دابا عرشان كلشي بقى باش ملي ني بوزيتيف ان غيوقع اللقاء اليوم فبالنسبه لنا بين قوسين المساله نوينات المساله المحاميه
هذا هو غير المسألة باش نتسنى تما باش نكملو سير النقطة. مرة نلاحظ المسألة هي اللقاءات الأوروبية لحد الآن اللي قامت غادي نجي اللقاء اللي كاينك بوتيموس ديسكير دونيدا يوزد تما مريان خزار على حساب زيسنج المواقع يوزد إسبانيا لقاء ويسنايين يمكن تو غادي نجي ثبر لماش نيسا فرانسيسك اك بتنسيق اكشن جمعية اللقاء ويسنايين يوزد زي نجس قاعد زي هولندا زي المسألة جدا ما بنك زغط المسألة المهمة وهي المسألة التنظيم لحقش يوقع طاس مورخ التنظيم يخسر مونا نقميج نخذ مسكيج ممشان بالعكس بريكا توقع كوريج نخدم زي جهة تنس بريكا مثلا إنداني من الغريمان إني دي مجلس قان إني دي هولندا إني دي بلجيك إني دي مجلس قان إسبانيا كوريج دي فرنسا كوريج يتمارس يعني يتمارس قاعدش يتكتز ما يتصل وإما يتصلك الأحزاب يتصلك يعني ما لا تغطي كتز ما كل جن يخدم زي جهة تنس أوتوماتيكمون انتقوذ مثلا وزن ماشي ناوي ذي سي سهما يعني ذي اللقاء بشكل مباشر ولكن إيريفيين نهار 28 مغوخا أدمون مرة بالي الشارع إذا المسألة هي التنظيم مريتو كل جنيت تقدر خدمة الناس تكون زيسنس طبعا مريتو غادي شان تنسيق ده سبحانه وذا ما خاص يخدم لنا ولكن مريكا تقول كل جنيت تقدر جيه تنس يتقدر جن خدمة حتى مريتو غادي شان المحاولة مثلا مريتا عزو ده خاص تقضي يوذاني تحرق عندي فورنا قد حتى قطير خيني ذيني وزما قطير خيني ذي سبانيا ذيني ذي المواقع المغرب ثمن المسألة تم المسألة خليني غزة وفوقيا دي أوروبا كل جنيت يخدم ديجن ديج لا مونتاج دونك قرب ما يمينش يبقى نصدق سوا ما تفوت يعني الخوين وخاص كنا جد اش قصنا جد في شاد مشات شي قاز الغد اللي سنت واحد يعني وجوكي كان المسألة المغنيت هو إظهار نكزغاج تما مخميد النقطة يعني دوينات في المسألة التنظيم في ذي النقطة هي دوينات 28 هو أن الهانتيد مجموعة يوذاني الأفراد دوينات خدمن شقا راس عموديا ماشي على حساب المناطق وانما خدما على حساب ديال المجالات مثلا ديال ايث مثلا غادي دي انزوف خدما دي حقوق الانسان يخصد ظهرت مول الجمعيه ثاني يخصد ظهرت ديال المجالات تي قرانين باش نقول لك الجمعيه تخدم ديال المجالات خبيني ضغط ظهرت فينا يتوقع اجن تنظيم اوتوماتيك لحقاش تذكر المجال غاك ديسي ودا الناس خدما خبانايا هذا مش تفضل تما أورنية الطاس يصبح ولكن شي نسول الطاس مقارنة كنخدم مثلا ديك المهم هو باش واحد الطريق هذه النقطة هي يعني تاد الفكرة هي تاريخ 5/28 ونشي سيتي مغاد حضر مع الريري في يدي اليوم وهذه نجح مالا اليوم ولا أنا ملك سمحتي توفيق نغل عن غزل النقطة وجه ذا الإضافة وها أجينا طرق البعد التاريخي ذا الآني المسؤولية المؤسسة البرلمانية الأوروبية إذا نهارا تشمى أقطع سنهنة الشيء حضورنا أذين يري حضورنا قاس الوزن سن طبيعة الحال سوى إن ذا سقاقية في مثل غيري في التسم أتحضع مسوى التس من زي المراقبين ذا الملاحظين السنن شحالين يحضان ذا الوزن عن غيرين ذا من يقعصن حتى كنيو يخسع الحضور الروم قاسج المساهمة يعني فعالة يعني فريدة لا غبار عنها زكيش نجي نغني مدى مني انه تم قطعصن المؤسسة الأوروبية اذا نهارا وغي ضغط الملك الجانب يزم ماذي ضغط خون نغني قال المؤسسة الأوروبية قد جل وزن انت ذي زمانة تضغط في المغرب مثلا ولو انه ذي المصالح فعند المصالح ولكن المؤسسة الديمقراطية الأوروبية مثلا قامت قرانة الديمقراطية غانغان فإذا النهارة قيت أمام المحك أي ونشي قال ذاك أوروبيين يخسى أكين غدا غانغ تخزان لأن ورنشي قاكيس نتفاعل ونتفاعل كيس نقبل ونسيغي إذا النهارة المؤسسة الأوروبية انطراج الزيس إجن الموقف واضح وصريح لأن
يعني المسألة المغربية ككل سنت مليح وغسل الوسائل نسن ومنا يوجبون هروها زير بدا إذن ذمنايا انتراجان الشين زي المؤسسية يعني انتراجان هارا أذن يعني أتوضح الموقف النس باش يريج الموقف يعني كحل لأن مسألة المختطفين نغض الرهائن مسألة التعذيب يعني ماشي عشان مسألة يعني يجن حاجة خطيرة وخطيرة جدا. إذا المؤسسة الأوروبية سيتم زيسة لذي المستوى إزاي سنتراجع الشيء ذمنا يغيني غا ثومة عزيز هذا جد سعدو غا أيوز نشا ذي غوارينو في النقطة يا أبي باش أنا نحن نقطة نظم سميزي كمرم مع الرام كمر ما يثمع سنني دا نقومي يثمع ثم غريفيين سو يثمع ثم غثيريفيين باش أبحض عن سيجن شكل يثمع غمقرا غا واسيا ونيتي ميزي غا نيري فعلا مش ربما أتسمون اثنين نقيرين ومثنى عبد الله ليجن نقيت مثنى توفيق السي والخورع محمد سمعي مشي عبد الله يقيمنا قلنا ان يتسمى ديري ديجن يوم تاريخي نتسمون غنش سناي وادي جواس دورع الستين اليري ورع تاريخي من اجل القضية المغنشين السورة ثومة عبد الله يجي نقطة مهمة زعر اخترى بالنش ثنيت باللي نعزو القضية نعرف اتريق اوروبا قضية القرن 21 اقيا كيف يتسمى تماما يتخصص الخدمة في المنايا يتخصص بالدي في شري الشارع أميا يتزعر نش ولكن نريد النقطة المظنومة ربما أتبق شكي ذكر لأن الشين غانا رجي من ترجشي الحكومة الفرنسية هنا بكل صراحة من السن الموقع من الحكومة الفرنسية الماكرون يجي يقوم سجن دور ربما دور أهم دور أول دور على الأقل يقوم الزجس أمو خذ ورد على الرئيس لا ريبوبليك أمو أسقان فرنسا يراح غا الدولة المغرب يراح يبني الدور الناطق الرسمي بالقصر نسب مهم رهان نغطي لنشيخ حكومات ربما أوروبا كل شيء يعني بكل صراحة والرئيين ونش ولكن الشيء النهارة نقوى غا المقر برلمان الاتحاد الاوروبي اين من عنان اين المنتخبون يعني اين الشعب اين السوارن سيس من الشعوب الاوروبيه كل شيء ذا يغان الشين ريالنا الصيغون ثم سريش نعرف يعني الى درجه ارقم ربما ضغط خ النظام كالمغرب انا تسمى هذه النقطه نغديش الطرف حسب الرأي نونش مش غا تمارس الضغط في الحكومة المغرب نغخ النظام المغرب عفوا إيجن نقطة نظن إيجن جانب نظن واللي هو أهم هو الشارع تسمى أتين غنش وبكل يعني افتخار أن تسمى خرجت النغيغانة نقذ نتيجي مجموع المدن قروبا المسيرات الوقفات إلى آخره نش زارخ تدوني الشكل تما النضالي يجي ثائت ما يجي جن يجن إثارة طم قرنت في المجتمع الأوروبي عن كسي المثل ذا أوليمان يعني الطاس الإيمانيين بكل صراحة يروا السينما قناعرف وربما ذني الطاس السينما المغرب روح حاليا ذا إيمانيين سوارن خارج سوارن خل القبائل نعرف مثل تجربة جفت من الشخصية يعني جي الإطارة ونيتي قابل لي إخسانة الخدمة الطاس إخسانة أنا نازم أني غان سقاق لثم يمت جان دواث من الشخصية جي اتصالات جي جو برلماني جي الاتحاد الأوروبي يعني جي برلمان الاتحاد الأوروبي خ الحزب اليسار سيتيما هذه السيو ثبرت نضص سوى وغنش سيتيم غادي يعني لحد الآن بكل صراحة وخدي ياري شو وش هذي حضانة ويحطا
ولكن ما بينش سو نغزني إذا إذاك سجّر يضابي أبي حضا يعني تقن المبادرات ولو يعني تريد فردية ولكن شي سنة رقنا مجموعة من النشطاء حركيين كوريجيني تكريز ماينس على حسب الطاقة ماينس المنايا إقاع باللي الشارع تعود غاس يتسمى النقطة يا زارخت مش مهمة أن الشارع يشين كإريفيين ذاك أوروبا الشارع يجي دقن الضغط أقيوها من يتصل زي مثلا أنت قولي ما خميني شغل اتصال ذا قولي ما مثلا تشغل المثال قولي ما تصورت اسم كفرد تصورت كالجنة يخص شان حاجة المغرب ما يمي زريغ التصل حضر التصل خاصة قولي ما خميني التالي دي أي مؤسسة اللي ماني نوصل غمض النظام التبع العقلية الألمانية يمني هكا بربي مثل إذا دسان يتعرض دخاك يقارش من تعلم كن ليه ميزي خاص التعريض ميزي كيس التعريض يات ما فعلا نيش هدون نتاع للتذكير وصفي نشين كان جنا دوسلتوف للحراك الشعبي إزوارا نرى يتمال وزير الخارجية لابو ليمان بعض المؤسسات نظن بينها امنيستي انترناشونال يعني بكل صراحه في براثينين ان تاريخهم مزغر وان تاريخ يعني كالجنه اما رخا مبادره كان شكو برلمانيه واحس زي الحزب اليسار كخت يعني مبادره فرديه سور سيسمينو اتصل في التليفون بدل يعني التواصل على حساب الايميلات يعني مبادره فرديه و إثمنال قيل الجنان دوسلدوف ويعني وعزم ورخبة وعزم تنكش وربما نخت يجي من الاثنين يعني ثالث يجي المبادرات فردية ينونش ثويت يدر وقتها مني ما يميل أن ربما بنادم عاود يخسر يستغل الوقت يعني ماشي بالضرورة أدراج يغنش قرار قيل الجنا واش نتصل ونتصل يعني مشني نزار اللجان اللي يتم اللي نجمع ونزار وشين اللجان يعني بالمفروض يتسمى اش تثبت كي الخدمه فين بشك يعني كفرد ولا شي حاجه اللجنه يتسمى كتتم للمجهودات اللي دك الشك ام يا تزاروش اذا شنو ما عندنا سي ورقي النقطه يعني 28 2 غادي جوور ثم محمد والا مش تعطينا مال فرصه عاود باش الدعايه غير ثم سويت مثنى اداس من نهار 28 كي 2 الحضان ممكن نتهم محمد المسيرة تبدا غواحيت كي تنطلق زي بلاس دو ترون مارس من سيبلان سني تنطلق المسيرة التاريخية كي رعيضان الزيان ربما خلي المسيرة نتنوع خيرا بكل صراحة ثمانية ثم محمد أورنش إيش كلمة تزدت وإيش مور تزدت على حسب خصوصا كرجنا دور غار هاد نتغينا ثم عبد الله أجنا إنش كأنشي كأوروبيين فهمت؟ يعني شخصة السود غاو تاني يعني جم ميساج يوداني إذا غادي تسران الرأي العام البرلمانيين غماري وداني تعطفنا القضية لنا يخسر فهمت؟ باللي يعني نشي سرحق النظ نسير ذي الحراك ولكن شمال السور خيخفينه شخصيا نشو وطير غيجنا لي كسنش السور ذي الحراك لي غادي يغزي الحراك كعارفه اوروبي فهمت خصوصيا نش على الجنسية الفرنسيست فهمت ويمكن من بعد نسير ذي منايا على حساب المواقف الحراك على حساب الملف المطلبي على حساب التصن حوايج ولكن نشي نتواس نتواس ديال الريف نتواس ماشي نتواس سي فرنسا من تخدم ديال الريف نتواس سي اوروبا من تخدم رخو ديال الريف لان قد سان هذا النظام يعني وزما هذه ثيني تشك وتجيبو دي بارتي دابا وغاش من غادي نيت لا فهمت نقطه يعني جاتكم بربوشا واش فهمت يعني خصها شي ليك يعني بلا ما يتفخ نسي قراس ما مش ما
من شو واجبو داري فيه؟ خو واجبو يري فين ما راه كيف كيف واجبو يري فين ما راه غزن التاريخ ديج فهمت؟ ويمكن مرك كان فهم القضية يا دي أوروبا قضية وذن قانش الحراك الأوروبي فهمت؟ مرك كان فهم القضية يا أنشين أنجيجو صوري فذا وخرن غزة ما يمين لأن نشنها نجيذا توصل دي عريف دي التاريخ نعريف ذي الحراك كأوروبي ويمكن غانفي زما إذا غانكيج نتغطم قران ذي أوروبا كأوروبيين حراكيين ريفيين فمن؟ من هي يحسد نوضح وزعما يعني السنيتي تشغل ديج الفرصة ما ننسيو ذي من هي فمن؟ أخشتهم في السرشة أنا محمد ماشي قارة شو غاك أبو الحق ماشي قارة وشي يحد وغاك أبو الحق ذي فيهم لا سريع الشوارع يورجع جينيرمين دي مين يتونن مين يتونن خو يقارش يري في اوروبا يري في اوروبا وغاسن هو الحيره تنسر سند تعاون شي القارس الدعم ني خصي غنفوس تعاوننا في مسن اذا يقارش ني خصنا الخو الفكره هي مطروحه ماشي فكره شخصيه ولكن قارش الفكره مطروحه الثاني تا ماشي قارش واحد بالحق العريف وانما مش قاتيري الخو الدعم في اوروبا شك سيغفوس يوذن ذي الريف إذا أخمي بين قوسين تما غتقد من داش قان زي الريف آخر نقطة يا ثاني تواكي كتفق تماما ماشي الفكرين وخاش مين قان أي يه مين قان إني قان منايا وكي ستفق شمين لزي نهارا مرغ عن غين حبس نغذي الشرف المختطفين إذا بسيكولوجيا ولو أنه الكلمة يتسمى ورمشي معد بينين جا ونجيبو مليح ونجيبو قن السوار الخزاع بيسن ولو شان ما عرف نستعمل كلمة من سانات ولكن تزدمني ومش هنشي نديري فيه إني ذايف مثلا قن شين ونقيم بو مشتو غنقبر قوان تتصبو مليح قوان تتصبو مليح ونعقر في الماكلة قوان جيغي وذانا قن السوار خاسن يعني وذن غيك ويجنشان شين قين غان غذير عقرنا قين غان غذقورنا قن شتيمنتينو يعني ومدوم غينير يعني نشي ندير حقنا خميقة مثلا السوار مثلا في الرئاسة الفرنسية لأنش نهار غير الجنسية الفرنسيست هذا الحقين ونشد صغي خماكرون أسيني غير حد ذاميتي أمين تقل أقلش عدابنا بسيكولوجيا تعدابنا نش غير الحق نهارة في مدعي وشو تجيغبو مليح وما يمكنش تدقان سيغيا مو شو ما تسيور في اللغة الخشب ني غتسيور في اللغة يعني لا ما يمكنش نشين ونتعيش بو مليح ونتجيبو مليح ونتيري بو مليح حماف غن الحباسة حماف عذر القضية حماف ما طالب من الحقوق يا أذيري سمين زي مخسن نشين أناح أرمانين زمع نبذتي السلمية أتنكمل السلمية المؤسسة الأوروبية ذو الرئيس الفرنسي أقيم أمام المحك لأن ماغا البرلمانيين الفرنسيين غاسيج العدد ذو البرلمان الأوروبي إذن ذي نيج العلاقة جا الرئاسة الفرنسية ذو البرلمان الفرنسي لأنها دولة واحدة وزمع تشيج نهار شيني وديقة ذي نلقى البرلمان المستقل لأن كذا كذا ذي تأثير مباشر ولو في الكواليس وزمع نهار الشيخ في النوغة ذي نلقى ثنتين لا نشي اللغة ني الخشب ني غادي يشيني جنها في تزايد ديما انا يقع غسل لا دي نيجي نحشت وهو ما راني هنا تمنس حقوق الانسان اذا انشرفني سيج مواوال ادفغن سيج مواوال ادفغن لان نهارا ماشي المغربي يحكمن ماشي المغربي غادي جال القوة وانما الدول الاوروبية البرلمان الاوروبي المؤسسة الاوروبية امني تواريغنش امني تواريغنش زمان يا غينير وهذا السعد اخويا عزيز ايوز تخرج تخرج طومات عبد الله اذا انشا كمر النقطه انا هنا النقطه واش سنين مهم بين كان مهم اكد خمس مره سواء عين غنيتا هو نداء الجماهير الشعبيه غنيتي اوروبا هذا حضان نهار 28 2 باش انا ثقي واسيا امهننا اثمارايا تاريخي تنقطوي سنين اثما نسمى تتسمى
بصفة عامة موقف من الدور المساجد ذاك أوروبا كاين الحراك إيش الموضوع كاين الحقيقة إخصاص الوقت الطاس إيش الموضوع شائك ومتزعر أنا شخصيا حسب التجارب الشخصية نحاول ما أمكن كيش نعيشين الحقيقة تما أنا نيني الآراء النار السبدة كالعادة زي هو مثلا محمد تسيدي دا خزر ما تسيدي دا خزر ما ولكن شكي دي جيوت نشد دا يا ساري نشن لا لا بجي وضا يا ساري هذا سخصو دا أنا مدرام شان وانا شكي سير أيوزي شكي تقال شكو متعزيز يعني القضية متمزيدة مش صرف شت القرص ثيم زيدا ثيم زيدا المهم مش تعجب السور ربدا يتعجب خمت فرشان نقاش تعجب السور سينات تجربة هيك مسقى تجربة وهي مش نهني ذا يعني من زي سنع الزوم زي المساجد يغان تحن الشيء بعدين شخصيا يغان تحن تغان تحن الوالد النغ رجلوذ النغ همد من زيسن تراجن السين الشيء هي تراجن زيسن شوية يعني انتظموا همد أضعف الإيمان أيوة رزق أضعف الإيمان آمني تراجن زيسن شوية انتظموا واتجيبون ترجل زي سنزع ما كان غدفغن غال ذي الجماهير ذي المسيرة ذاك سين الشعراء ذاك سين لفيتة ثمن خمس قاغة في مزيدة والسيور الخشاخي على كل حال والسيور الخشاخي خيث مثلا غيت حن زجا كان يلي تنظم المنين يمكن قد فهم ذا الفكرين ومن يتكوا يلي جن وراء تنظيم المساجين واتجيبون ترجل زي سن بعدها المينيموم وهي هذيك السين شويه المعروف في كيف نهار فهمت غان غايت مثلا قاين ندير حبس قاين دي التعذيب قاين دي الجوع قاين كيجي من الحاله قنسن مره من الدنيا السنه من تاع الدوله الني السنه من يعني على النظام الني السنه من داسني تكذبني فهمت يعني الكلمين شو السؤال فهمت بكل براءة ولكن خمغة تحت الزجل أتفد المعروف يتوكسير أكل العالم مرة والأغلبية ذي أوروبا المساجد مرة الأغلبية ذي ريفية يعني يجندي إدارة المساجد وكل شيء ولكن الريف تبلع انت الطويل تبلع انا قمون اخمي وايجي الحراك اخمي وايجي يعني من ايام خو شن دق يعني شوية اخمي السؤال اخمي يعني وفر والاتجاه صاوشة انتم متعزيز و من ايام شي وجبوك انت رغي سنت السانيتين نسن بلي من ايام وايت بدير شي امو ولكن شم مرات اجل اشارة وها فهمت بلا ما ديسشن الانسانيه نسبع هذا شويه فهمت قوا زعما شاش كترفان الودان خاص نتخرق مع الجمعه شك تخرق خرفان الودان قرفان الودان وجبو مره وفهمن نغوصين نغو فهمت مانيا يعني يصغط طريف الدم ولكن نازو انسن نازو السن ما يمي ولكن بون تقريبا شخصين السنغ ما يمي ولكن ناس أيث مثنغ خاص نطرح السؤال أيث مثنغ إذن يتحن يسمثنغ إذن يتحن ناس زوثن خاص نطرح السؤال أسنينين ما مش تمسا هادشي ناس زوك سي المعروف كيف مثلا ذي ساعتين يوم نزمة وزمة نشي نحن نجب السنة زي الحبس هاد نصاول ذي ساعتين نشي نكا كيمسر من أمان إريفيين
نازوز زيوم منايا كيس نكسي شوية المعروف لأن غانا شوية الإيمان نقول نقولنا نازوز كيس نكسي المعروف وإذا خدتك مشى المعروف جماعة فهمت؟ يعني سؤال بروفوكاسيون ديس بروفوكاسيون ديس سؤال ديس كلشي اللي منايا واش يعني دي شوية النقاش ربما والسنة أقشا تمتعب أخا أفك أذين الرأي نو ثيم زيدا وين يعني تذرين نسيد عبي فدهنا عبي ثان زيدا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأخا نهار المؤسسة يستقران تيم زيدا وين دي المغرب ماني غسل المقر غسل المقر ذي القصر الملكي على داخل ثم سرش تخصت السنين يوذا وتجيبوه ذي حسان نغاقت ذي كوش 5 كيلومتر رقصة يعني قد ذي رقصة على داخل و الوزارة ثاني تنت ذي حكم ذي مزيدا وين إذن مرد دور المساجد مرد دور الإمارة المؤمنين ذو الأمر عن المعروف والنهي عن المنكر إذن ثم زيدا وتجيبوا ذي المحكمة ثم زيدا وتجيبوا ذي البوليس ثم زيدا وتجيبوا ذي المخابرات إذن من غير ثم زيدا الدين من يبقى الدين النصيحة على الأقل أقمي تيري شنطاس ذي ثم زيدا أو طرقني ثم سرشتا أذيني اللهم إلا هذا منكر أدكش النصيحة أمير المؤمنين نقاني هنا أسيني نودي قد هم سرشتا قيوذانا قد جلسني بوليسان قد جلسن قنشين دولة مليان قال اللهم إلا هذا منكر ذو الدولة مزيدة قال خزان دولة قيوذانا تقل المظاهرة ذي سويسرا وذن يكثي حد نتقل المظاهرة بليمان وذن غيشي الحد نتقل المظاهرة ذي هولندا وذن غيشي الحد تسندي البوليسية حتى نهانا نهاني نحش سي محمد غايجنا على الريستوران تي تقاديني غيجن غيجن الاحتجاج وانا عريم لا بوليس وانا عريم لا ولد تو قادمني اثنين اذنو ثلاثة الاشخاص وسيند البوليس نفيت مديني قيم مديني حتى نخان اذا ما يمي المساجد توارن رمونكا وابقى ان شاء الله هما ان هذا مونكا نشوف هذا اسم تاع شيخ مخترف عن هذا احنا غير المحكمة مخترف عن هذا ياسر الامام ماشيني كاسني القضي كاسني المحامي قال نمشي لا هذه اللي ندير مزيدا قد كاس اني نودي امير المؤمنين اذا سترى غني لي قال انا يضر مونكا يقارش عاوذ من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه اذن السلاح نتاع مزيدا اللسان هذا السور هذه اللهم ان هذا منكر والا ما دور المساجد ما تدور اذا من يا غيني غنش اكتفي بهذا يعني هذا السعد وغمر وما ثنغ التوفيق ماشي وجيبوا التوفيق من القصر الوزاره وجيبوا لي الوزاره مشكلة المساجد نيت بزيداوين مش مشكلة مع خميني خان السوار اللي تحبوش يعني مين هما يبا بين مين برنزرا في مزيداوين عاصمة المفوس لهم قرى الطاس من أنظمة التصل الأنظمة ديال العالم استغلت الدين باش تضمن لمآرب سياسية فمعروفة بالنسبة إذا مسرش يعني باش نغير مونكا خصها مزيدا وين خاصنا السلطان وور بلسانه تما ما غادي يغير مونكا لا ما عبد الله في مزيدا وين زمات أغيانتر مونكا مادية في مزيدا وين قد كنت مجموعة عن الأعمال الاجتماعية ولكن ربدا ديني طبعا وين تسكر المهم اختصر الشمس أنا في مزيدا وين أريد ثلاثة نقاط النقطة ثم الزوات هي يعني ما لونس التشخيص مزيدا وين مين دايس تتوقع عنده مزيدا وين مثلا كان دايس مثلا مجموعة من النقاط ولكن نختصر هو المسألة مثلا أمزوات يستيول خد دعوة تدعان أكيوذان تدعانك جميع المناطق العالم
تدعانك فلسطين تشيتشي تدعانك بورما تدعانك ولكن باش يدعانك يجن زي الريف ني غادي يدعانك يجني اللي تمتى نخوضي الأطلس منيني حرام غاس دي مزيداوي ما غا وانسي ميس قارا منيني هم سرش دي سنين أمس رشدي السنين خبيني تبقى عن شن 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 الحاب مثلاً يعشان حاجة تجاه إسرائيل فلسطين نيغدي منيني وقع عندي بورما نيغدي مجلس قاندي مصر جميع المناطق الدول الإسلامية وأنا المساجد عطفت الدول الإسلامية مرت وقع عشان الزلزال ديال هندوراس موت الهندوراس كمر تاريخ والله مش ديفو إني وجهو ذي وذن غصن مهم ثا بين قوسين وذي المشكل نغني ولكن المشكل ان غير ذني ذي المساجد مره ديري في المري وقع الزلزال ديال الريف ني غير وقع شن حاجه ديال الريف ما مش ديفو اكثر من ذلك المسيره ثاني توقع نخو من اجل ريفيين تواراني لا ديال مستوى الرمونكا يعني بين قوسين تواراني الذي نجم الظلم يجم الظلم يوذن خمين غاس نجم غاثو ذرين تفن خاسن غاثو ذرين بني النقاع باش نزار دينا تبني إذا إلا غادي شوية تقول تسلح قشي بني ذايف مدسن ماشي من ناحية طبعا ذايف مدسن دينية وذايف مدسن حتى ذيري فيه مرقنا شسي عزيز غاك الجناني غد شن تنظيمي شن جمعياني الدفاع الخيري فيه إيسي ديج المنشور روح سلس قسم ذي الغطوة في السور خارف روح غاسن غاك مزيدة وين ولكن شحال انت في المنشور ذي الغطوة سوون فلسطين جميع المناطق ماشي غير المشكله في فلسطين طبعا نتعاطف غير الشعب الفلسطيني نتعاطف غير الشعب الشعوب الانسان مش ميجا يعني الانسانيه اللي من الناحيه الانسانيه تعاطفك يودن مره ولكن لماذا ما يمين يفارزن جاي وذنا مني اذا بين من ناحيه المسيره شو ما زريد اشينين يلا نظم مسيره المنشور باش حتى تعيدي المسيره لا المساله الاخرى شحال وانت عارم كذي مزيدة وين خبيني تحت زجاج شحال وانش عند ثمانية مرمي مثوث ذي نانج جمعاني مرمي مثوث ذا مزيدة أتولي سرق نجت بارسة ني تزيت كتخكوني عشنا شخص ذني يجمع دوروثا خبيني السور وني منو يجمع من أي يقارش قي قارد يتعاطفك شن الشعب ني غير شن وينه ماشي المشكلة تعاطف ذا ولكن إني ما وجهه ذي ذني الأقرب هون إني وسمشت ولا إني ذي في مثنى وتسمى الخمر ذا الدين قد ضاب ويدور ثم زيدا ضاب وش قد سير زيدا قنش قد حرام الدين قم مرة دحن زجة مرة نزار من ديني تي تمسال ثم زيدا تروح ترى سنشان ربيت ذي تقد شان نقع يسوي خل حيرك يسوي خ مش خل حيرك يسوي خشان حاشت يعني حقوقيني بشكل عام خل عدالة يخف مزيخ مزيخ تروح هذا سنتتاد شان نيفني غاصن مع إنهم شنيت يتخدصن الشعب النما ذي وذن ديري فيا الأغلبية ديري فيا تختص المنايني تروح تارس نشان ربيت والله ما تزعل ثم سرشت نغنيت وهو مثلا خدت عبد المالي تعجب معنا اتصل ثمانية اتصل ثمانية تساهم اسمه اتصل ثمانية هذا هو دعوه غيش من قصة تمزيد ثم ساق جيش مزيدة وتقاه ويس من نس غنيت تقول غاسم ديني جيش مزيدة يري فيا جيش مزيدة طالمات غاسم ديني ثوق ذي عرندان غاسم ديني رفقين رفقي نسن دا مصري رفقي دا مصري ديفني مرة ديري فينا رفقي دا مصري غاسن دي اللجنة يجلعو دا فلسطيني بتقو دين شان المشاكل مغلسة دين جيرت المهمة تختصر دي جيرت 27 دي جيرت 27 جمع عندي جل مقدار مالي ما بقرأت شوية بحكم دي يودان التولي خير والبركة واجد عقب غال مسألة اشتاو بجمع التمانية جمع عند ثكاذنكم ثكاذن ومرغي من خف أميسري النية تغادر وقتي أني السيسي غز مش أسقان مصر غزة أميسري دو فلسطيني من غير ماني غيوي من ثمانية ثانية متى وين غا مصراني غا نيشا نيشا أنا ميدو في بوليسية وثمتي هاكو سنسن غا بزيدة غير نفكوني وين هني مرين إذا هو ذي جنفهم تشيني رفيين قان عاد خزاع أثار راس ديوسين زي الشاقي سور تا عرفت يعني غاسج من الدرجة غاسج من العقدية مش أسقان الشاق ثنغي يعني ذو فسن يريفين دي العقل إذا المسألة هي مجمع الثمانية تفتكو شي تمسرايين ولا ديتي شي ثمانية ولكن خبيني تيري ديتي مزيدة جاي وذا
أرحج محمد يشاء أرفورو أدي كون غريت إسجن المشكلة حج محمد النغة تفدو ماس ذي عرف دي شن إقاس مرة والله مثي أفق ماشي مفهوم أنه ما ذي عاون مفهوم الإيديولوجيا اللي تمن مفهوم الفكري غاس نوني هني تقلني أشي من حقه ذكر الناس ديوش ولكن ما يمي تميني ما وجدي وذني وذ تسهل الخو من هي ديج النوع تشخيص قرش ميني تمساندي مزيدوي يعني ميني فقع هذا خل الخو الخزاع مش غنك أن نبدل من تمسر إشتا من سمارة نبدل يعني من سمارة نبدل طبعا أنا ديني في ديني تحكم ديني تحمد زوجة مرة ديني تخدص الشعر كل شيء غاسم كفوس نسم كل شيء من هو غاسم كفوس نسم هو تسير ديني وسقاري ديني تخدص نتسهم تحمد زوجة الأنشطة كنت أجدش الخو ولكن تسير وغاسم يجي هذا هو المشكل ديني التنسيقية في النهاية الخو المكتبة وينه يعني في ديام مرد خزات المنظور القانوني من أن أنت تم زيداوي ذي أوروبا ذي الجمعيات من يخصش يعني جمعية مجتمع مدني إذا مجتمع مدني من يتيري الدا يتيري مستقل السلطان الدولة يعني لا مجتمع مدني يعني مؤسسة غير حكومية يتساهم دايس المجتمع المدني ولكن الشمس لا المساجد الخو مؤسسات حكومية بامتياز تمارس دايس ماشي العبادة فقط نغض الأنشطة الاجتماعية ولكن تمارس دايس السياسة ذي خطاب سياسي واضح الجمعية الخو مش غانيك نشين أن أثر ذي الجمعية قان السنة تري غاسي جمع كتب الإدارية السكواران من تنوع ذي السكواران المساجد ذي يقولنا في تفهم ديني المثقفين السكواران تفهم ديني شل المثقفين ديني تفديني مع كل احترامي للجيل الاول ديو سندي خداما ولكن اغلبيه سنت تفديني يتقد بينما يتسهر ديس التحكم اذا بلدي اني غنرشا يوذا زي الجيل الثاني اني خقداني تا اني ديو سند جديد مزيانا زمان هذا يعني زمان نحاول نبدل التصرفات اللي ديني توقيع يعني خاصه التسيير ذا النوع عن الخطاب ذا مرين يقعدين يتم سهلا يخسر سهل من حتى التنسيقية تقوى قيمته لحقاش ديني التنسيقية إذا جروبا تفت مسجد ذي جروبا تابعي تنسيقيا المجلس الجالية نغل مجلس وزارة الأوقاف تابعي تنسيقية المجلس قام أوروبا مثلا ذي تنسيقية مثلا ذات قريمان لاتحاد المسلمين المغربيين يعني العمال الإسلاميين نغل المهم ولكن دا مرين تغتمل حتى سلم من ناحية الاندماج الاندماج للدولة مثل معنى قثاني قد مجلس قند ممارسة السياسية قد ورنت البعثة الدبلوماسية قوات قيم بالتمزيد تعب ذن ديني قد دور من مجلس قند دور قال القدس أول القنصليات الأنشطة القنصليات نغل البعثة الدبلوماسية سواء مثلا ذي الحالية السورخ المغرب أول جمعية في زي توقع الاتصال الجمعية في تمزيدها وين حقش تنيو سني ويذوذني غير الشعب الدور كتازي القنصلية طبعا لحقاش وتسند وتسند ورد المخابرات تيران تدور كتاز الحصول المهم أتكم رغوينا في شدة ثانية من الفكرة إذا كيف ينسش تولي أن الجيل يدوسين تيغي سهل ماشي توعية الشعب ديج نحش إني ذيني تدفن أن توعية طبعا ديج نحشت ولكن شتوري أن المشكلة ماشي ذي الشعب مني قلنا الطاس ميو ذا نازلنا بالترن ولكن ديني جد السيطرة دي المجالس تما يخسر واحد هذا يخدم هذا يلف كيس ديال المجالس هذا يساهم هذه الدرس السياسي اللي من الداخل وتشوفوا زي برا شي نصور التصر بدا يتعجب من التصور ولكن العمل خصنا انا عليه في زعما ولكن المشكله هي تمزيداوي المشكل عويس ديال مجلس قندي وين ثمانيه زي غير كمرض تشجع تما كفكره يعني رساله تشجع غير يوذا خاصه الجيل اللي ديماني مزيانه يزمان يخدم فهم السنة اللغات السنة يعني فهم انت تسير الجمعية فهم نحاول ندير النشيطين من قيد تحي تحي تخدص وناس الشعب مني تحذي مني يعني تعاوني وذانا ولكن ذي المسؤولية اللي ربنا نترك كور الزايس لحقاش ديني جد تحكم ماش مني مهم مانا ينقص غديني ذي المسرشنا تمزيدة وين وماش تمني ذي المسرشنا تمزيدة وين مانا خاص السيور يعني الاثار من صيغه خلف المجتمع النوع الخطاب ديني تيرين وان سيور بوخ الخطاب بالضبط الخطاب المصطلحات قد من اين تيري كلشي واثق قهويه مني وهمه اعتباطيا وانما اتخاذ المصطلحات غاينين لحقاش ديج البوق اعلامي ابارتي الاعلام اللي غانغ التلفزيون دوينيني
المزيده ديال السقوط اجن وينها التواصل اجن وسيله التواصل وتاثر خرج الشعب القران خاصه انه خطاب ديني خطاب ديني ديني مقدس الحقيقه المطلقه وليس هو النقاش سمين زي الخطيب نقاش ما تناقش قامين غير السهوه فوالا المهم قام ما نيتوليوش هذا اللي غير الاضافه بالنسبه للتمسيط طمسيه نهارا نلاحظ نلاحظ ديف كفيفير ديال المغرب يخزع ملي تسرعتو في الدارك الملكيه يخدم القصا يعني الملك البوليسيه خدمني الملك المخابرات خدمني الملك الربانكاوات خدمني الملك السجار الشركه لاستخراج المعادن خدمني الملك يعني المؤسسات الملكيه خدمتي الملك شو فهم الدقه ثم زيدات علي ديال فنسورين تخدمي الملك والمقر النص ديال القصا من المصيبه يا وفيه مغمنا المصيبة يعني واش تف الملكية دي شان الدولة ملك سيد الملكية دي النرويجية نغ الملكية دي السويد واش تك سيد خمطح فغا السويد نغ النرويج تقال اش قتل الدولة خميت خزات دي المؤسسة تف المرة في صالح الشعب اش قطح فغا المغرب تف قوش يقدم يبوث قبوت يعني الخدشة جينا ميتو بالصورة يعني مجرد تساؤل نقرصني وذان زعما واش دور المساجد يخسر يريع هذا غيار منكر يعني اللهم إن هذا منكر نير لا إوا إذا به كل شيء يخدم يبوث قبوت الشعب أعمود الشعب لاعتقالات ثمانية تما يعني ويكمريتي ولهم قال الهمة واش نبو الدين الاسلام ان الدين المغربي يعني انه الاسلام ديال المغرب قد اخترقت المخابرات يعني قيم ديال المخابرات ديني تسمى الاصنام عبد بنادم يعني ولكن بو الدين الاسلامي الثاني تتيرت الثاني تتيرت اذا شقا غاسنيا يثمثنا فكعتا كينا قاو ذانا تحش الخانه قاو ثقبوتي تحش الخانه هذه كعسن هذه الزرز قدم واحد النظم واحد ريفيون ثم واحد مزيغا انت يوسف نيغوم يوسف تخوكي دا يوسف ديسيرا قاسنت وسين 16 سنة 17 نوع عربا قلت ان ديني خان غدي اني حكمني اثم واحد مزيغا كاوكش دير خراوات قال يا شاو عبد الله تخليش هذه نغوارين ونش النقطة اللي نسجل ذنيتي الزهدين غيج مسرش زعق شموهي يما قيل إطاروان مزيدا وانت التوشا باللي المأساة نغ المآسة في مقرنين هي إطار حراك الريف بذات زكيز مزيدا الشيخ خان خضاشي تما العنوانة العنوانة ونتاع ميا في باطن وعبثا وإنما نقع باللي المآسة في مقرنين حراك الريف بذات زيت مزيدا نهارا تمزيدني من يسجلوا مغامرة مقرى النصر الزبسفية ذي حفظ سيد عبدي من يسجلوا ورينس يعني كبروتيست يعني ك احتجاج خفقيني يجي الشثن يجي الحراك يعني برا نقع في مزيدوين لازم الله يجي القوس برا نقع في مزيدوين يتم لله التاسد شك أتقد السياسة ولو نسني باللي القانون المغربي تما يجري من قضية يعني تسييس المساجد التاسد شكل رفقي لشنك الأمر أمو هنا ثومة عبد الله زي القصع نعرفات قانك همين غثينين ووث ذي الحراك ووث ذي حراكيين استمغارين دياكز مرمي غا التاسد شكتاري غال منبرني استغلي تجن استغلي تسمى واسبو ماشي ممكن ماشي دعاوي نغ تشر النصائح الدينية من إلى آخره وإنما تمارس السياسة ومن النوع السياسة يعني سياسة القمع ميغا تجا غا النظام شك أمثلني ذي جينا ثومة توفيق شك الدولة تفوش ذا زراع من النظام وانيت هذه النقطة تمسكرت يعني المآسي من الشين كايريفيين وبالخصوص نقرا في النوم نغراها أين ما وصلنا قال الشين العائلة تنسن بذنت للأسف زيت مزيدة تمزيدة من من يهد جنارة يروح يهد ميتر مخزن باش مرا غشان الرمزية لأن الشباب مرا يمي خسادة كينير يعني الشباب ذي ذو ذي الحسيمة
بالترن تمزيد أني بالمناسبة القناص تمزيد الملك زي عامي تغيرة تدور تمزيدا بزافي يعني باش هذه اسم النظام هذه الخطوة يا ثاني تذيذ تمزيد ذاك الحقيقة بدون مبرر تمزيد ذاك وذاك سبو شين شين مغسقان خلي تزيد زالو سكسيوي والو سيد زالو حسيمة ولكن اللي حسي شنو المعلومات خاص يعني الاسباب الجن دولات هذه تمزيد اللي غير مني وكاس مني وحسب معلومات اللي نشوف مني حتى يعني بين عشيه وضحاها يوصل القرار زي شو مشان ننظم كيتسمى وسيد وسيد كسد بصفه عامه يتقنون الهدم يعني فعلا الهدم بس الناس رد الفعل مثلا جمعا تغيس سكر مهم اي وذن نخا من غير فينا مش زعر تسمى لا حول ولا قوه لهم فمن اصلا يعرف بصفه عامه والحسوم بالحسيمه بصفه خاصه ولكن مخت السور الجماعه واش السور الخوطراني يعني خا من غير مخزن على اي ماشي الجماعه اللي سكران تزيد وقا غش يوداني تو سكران تمزيده 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 الجماعة واه واه باش نسمشي بلي تمزيدات السكات السكات وزاره الاوقاف ما يزيدش خا ربما عاد مرض نيشان كان هو السكان تيودان اما كي تمرينين وعاصمين خذا مزيدا قش حسب تسمى مرة نتبع الخوا مرة قيس قيس لا يمو في جبنا هذا مستسمو غاف هو ثم تمزيدا ويوفي من غاد يعني ثم زيدا وين مؤسسات يعني تدور مؤسسة عمومية ما نقصد بين مزدوجتين يعني الدورينس فعلا الدورينس الديني ثم من هي المغرب غاشين زون السور ثم زيدا وين الاجتماعيه ما تضمن مسلي خدمه الاجتماعيه تقدم المجتمع تمزيديه طبعا ليس ونات العبادات ولكن تما تمزيد تاع التجاري اللي تمارس اللي تقص من الدين يعني. ولكن ما الخدمه الاجتماعيه ما تمزيد الفردي ونات وهاني غير خصها سيري شان الدور الاجتماعي مثلا التعليم مثلا مش ما صغير يعني المساعدات تما قبل المؤسسه ما تعاوني وذاني مؤرثا ملايين لحقاش خميني المقارنة طبعا بزياد يمكن تقصح شوية المقارنة يا جهة الكنيسة لحقاش الكنيسة ناس بإمكانية المغرب ولكن تيم زيدا وينا والصنغ يعني السؤال نوع تما الخدمة الاجتماعية واخا الزوخ لي انفر زي الموضوع امو كنا نجيني بلي الموضوع عند مزيدا تما كيجي حقاج الموضوع يخصص تحط حلقات يخصص حلقات ولكن باش نفر زي النقطة يا خصنا نبين انه الشيء مهم اغلبية منهم بعدا خاني مسرمن وغانغو يعني اشكالية اكد مزيدا كبيت الله مشنين ذي مسرمن تما ابا عن جد وإنما غرض فعلا دور التمزيد الحقيقي إما حسب الرأي المشهيري ذي الإنحياد نير على الأقل ما لا تتان المعروف بورما أتتان خلي لا أعرف مش زارخ تمشيذ أضعف الإيمان ذي غاس نيري تمس اللسان وإنما إخساغة فرنر ذنين غام الشارع الشين السنة ذني وذان الشيقة كتجربة نجيت كالجناع من دوسلدورف نصف غد ثمزي ذا تقريبا تكمل في الشينس اسم حدا كيسر مخزن يعني يتهدد يثر المخزن ضربانك الشعبي عاد سنين يتهدد يثر رادر بانك تسمى المخزن يوض غا ثمزي ذا عن طريق ضربانك الشعبي من كلمة العدل أساس الملك فعلا فعلا المهم نظهر للأسف أنه السياسة تمارست طاس كي ثمزي ذا وين ولكن أعرف استشن بورحق النسج ناس زوانيني كربما باش نثبت النقطة يا نقابل لي إريفية أغلبية نسن قديم سرمان إخصا غاس نتيري الغيرة خارف نسن أعرف نطوح غاس مرة
العائلة ثم مرة أخذ مني شيء غراف شيء يتعانى شيء يتهاجى شيء في خصة أنا تصدي شخصيا نجيش الحقيقة الموضوع يعني مرين وفا نسيتي مشي نعاد نوي كين غشان نوي غانا عشان شان رفقين عشان مسؤول بشري ربما هذه السور النقطة يا ربما دي جوغ بعض الأسئلة منايا أنسب التنقطة إثما أنا حقا تنقط ثم بقاروت أجي ونجمع ونيتا نسيور مننا باللي نسيور شي حاجة خل من الفن الطلابي يعني ماشي خاص نسيور يعني تنقطنا شي حاجة وإنما كثرة الأفكار يعني على الأقل ذني بعض الأفكار قناك ودين من الفن الطلابي ذوني السقف من الحراك من الفن الطلابي تني البداية تني النهاية الحراك علامة الاستفهام نزو نسيور نشين خو شي حاجة واش فعلا الملف المطلوبي أذن يقيد أولا الشين كحراكيين في إطار الحراك ثانيا أذن يقيد بصفة عامة كأي ريفي ونانيشيكي المطالب نغ ونانيشيكي الحراك النغ النظام النغ أنا وضع ثنقذ النظام أنا وضع الأهداف النظام أذن زي ثومة عبد الله إنا نغرس شكوارينك يوزيش أخا بالنسبة للنقطة يا يتعلق نس المطالب الحقوقية مش يعني قان ماشي شان المطالب الرفاهية شان المطالب يعني خارقة للعادة وإنما مطالب حقوقية بسيطة جدا لدولة تبعثر الأموال يمينا وشمالا وتساعد الولايات المتحدة وتساعد دول أخرى علما يعني يخمي قاع الولايات المتحدة الصواريخ 28 مليون نيمة منين يسكبوت قبوت هيلارياك هيلاري يعني السيدة إكسيا غريم غربيا يطحت في تسيد غبارة حسيميا هيريفيا خصنا الضغان خصنا الجامعه خصنا الدوام الكونسير يعني لجنه المعرض دو شيكا وخصنا يعني وتكنش زمانيا واخا اذا مطالب بسيطه مطالب حقوقيه مش حاز قوامي اريفيين الحراك الشعبي ديال الريف تتعال في مسرينا 21 نقطه من بينها الجامعه المستشفى جامعي واخا بدلت تعمت ما مش تغني سابقا شهر مزوع شهاوي ستنين شهاوي ستراثة السؤال قاقية مثلا يخسن شينا نخار سنفكا واش نقيم نشينا نقيما التامنية عشر سنين عشرين سنة واش نشين ندور بولادة إلى درجة واش نشين ونفهم شاب اللي الرد نرمخزن يقارو من الله وذو متقشة وتجي من إني وهم أكني وهدما غاكني وعزغ وعزغ في ورانو ماذا هم تسكر 300 ألف من العسكار هم تسكر يعني الظاهر العسكري اللي يسخدميه القرار ملكي يسكن غدر عسكار لأن ما مش تغني العسكار زي قنطرة نغزيم كناس نغ أي فكان عسكرية باش تفغن كتازي 15 كيلومتر تفغن قرار ملكي يعني ذبوث قبوت إذا سنقان قاعدة غا الحسيمة كاف صحاب الحسيمة بروفوكاتون انغتن اذا المطالب النغ جاوب انتنت سرتيكاب الجرائم انغين عماد العتابي اي ريفيين واتجيبو قاين لعبة طمزيانت ذي بوث قبوتة ذي سنيك مينيخس عد قدر مون كاوانيتا اذا واش نهارا وانت في كاشا واش نقاشا بلي الجواب واضح واش نشينا القمية سنة نشين تتعرى سوا يعني ماشي معقول ما نايا إذا مش من قاقة عصني ريفيين إني قال باللي إنه قال شينا نقيم البدن تتاع المطالب واش المطالب دنيوية قال جامعة قام جاد هذه صمغة ما يدور ما نايا رخو مطالب أخروية تتاع مثلا يبوت قبوت قال خسنات في الجنة ثنيا قال حدا الجامعة حدا جيت عامان حدا جيت عاميدي قام واش تما هو روخ واش ما سدني شان حجر الاساس واش اللي وقع دينشا قاع مون السقوامل بالعكس
الاختطاف يوميا، اختطاف حنجاضي مزيانا. واش ودي المجرمين هنا؟ واش تراجد زي المجرمين؟ يكسينا يثمثنا تعدى بنت ندير حبوسات؟ واش هذا راس المنشوع نتاع ذي الزنزانه؟ واش دين شان القانون ديال المغرب يقام انايا؟ واش دين شان القانون الدولي يعني يقام انايا؟ اذا ما يمشي الوسط القاشه هاكم ثبت قاين هاد المجرمين قنقن داينا هد من داينا شحال زكوامير؟ 60 سنه عاد عاود معاود 60 سنه في عذر 58 59 نضاد ولا نزيد طياره يا شوش عني ولا من بينهم حدو قشيش واش دينا علاش غيكون الجامعه واش دينا علاش غيكون اطفال انتو غادي للمعامل ديال الحسيمة دير عهد اسبانيول 52 ما المهم يجي العدد انتو غادي يعني يمكن 52 اي عقر خاص للاخوان الى اخره ما نسكن معاملني امي قام هذا قذوني معاملني ضوين يلا المعامل ضوين إذن دينا فاش غيقن الجامعة واتقن شان إن من يقع قاسني ريفين فكاث مليح وتجيبو يعني ما مشي لنا مثلا محمد ينشقى يعني المطالب يعني شنو يجي نحاش تسمى يعني صالحة لكل زمن ومكان يعني شنو غنغبط تصعيد غنك ونزمع الشمالي يعني على حساب المعطيات الجن وجهنا نغتسل القتل كرفس كعف سمخانغ ذي الحسيمة كعف سمخانغ ماني ما يوقع كما يوقع لي زوطاج قاين ديني غاصن رخو إذا يمكن الله يحسن عاون يمكن ربعة الأشخاص أخ مش قانو الديقة رخو ما مش سمخانغ قد تفنانغ لي زوطاج أخ ميت مع ملك العصابة يعني العصابة تفنانغ لي زوطاج دي شان المؤسسة جينا سن بيستولا ذاني تاخوز جيف وشقع ناش يوا جثان غن نيغ تكن كاين الشونطاج ني وان شو فهم غي وان قيم بنت مع مالكش المؤسسه مشناو الدوله يعني ثمانيا اذا السؤال المطروح وجبو ينش وجبو السي محمد وها وجبو ولكن يريفيا يريفيا الجروبا واش الشيء الديمقراطيه يا نتما راس غاس الحدود يستاري حد ونسمع عن معامل يعني المستجدات يعني اكيد نتعامل كمستجدات باش نخزع من غنكسب صوت واش دي النيشان القانون الدولي يجرم اننا نشينا غنغير ان شاء الله المطالب المغني لا بالعكس اذا يخصا انكسي المساله يعني سلواقع الناس اكيد نتعامل ما مشكين يعني سلواقع انخزع الخطوات التصعيديه من طبيعه الحال نحن سلميين من طبيعه الحال شي حضاريين ما يكون تجي حضاريين ما يمي غنحن شي يعني اشكال نضاليه سلميه حضاريه الشموع نقدي افريقيه يعني ذي ثماها النغذي تمزغه يعني ذي عريف نقيت انت ذي سويسرا نقيت انت الى اخره هذا مش ذاني تيغا كخشاش تستعذوغ تقد كلمه مش شفايه هذا هو تلقى أول كلمة ولكن يجوز قسيوها بعد شكرا بالمؤخرة يجوز قسيوها خو قام عش مش نشي قام سكر نش دوار وها وتقول نشي دي قام يقال يقال مش قام شك قد أجد جروبا أكل خدمة نشغاك الأمن غاك الصحة تتصدر عام سيدي عمر الشوفاج يو أنا جي أي ما تتصغ مليا تقصر مين ديني قمارة قرضي شو باش تسنى ولكن باش تسد زي الخليني يقال باش قا والو باش قا شي سوق واش دخباوا قالش كيف يوقع قالش كيف تبقى انت الحيره ديال الريف يستار المطالب الناس وفي الخاسي وذا نحبس شكتو سيد دريتا راك شويه المجال الحريه الحريه التعبير شو قد تقدر تسمى تقد المزايدات مين زي خاصنا غير الخير اولا نمشي نخمين السوار ذا نخمين السوار ميم اون بريفي من نقع نقع انه الشارع هو الذي يقرر مش وتجغبوب وتقبوت نش وتجغبو ديكتاتوري نش دي جوج شخص عادي غاري افكار عاديه صغير جدا جدا المهم اذا المهم نمشي نبدا من الصكور الصكور التبرت الصكور ديت يويذو عارفي الجروبا ما يمي حيما دي خارص حيما
ويني دغيا يفندي المسيرات اني دغيا صنغ الندوات اني كي غادي نصور ما كيصنوا نصور اصلا نسيو التبرات وتفكع الملح ما نكسب قرار شعبي يعني ما راديني يعني اي ذو ذاري في الجروب الافكار كافيس نمون ان يصير قرار ولكن ديري شعبي ديري نويدو دوايتي ريمون جو الشخص اللي غنتنايل الاشخاص اذا منايا اظن انه ديمقراطي والله اعلم كما يقال ايضا بين يمين مش غير نواجه ديمقراطية انا اقبل النقطه اللي اختوي السوره جنا ثومه محمد مين علاش شي جروب ما غنغر حق ماشي كاغيري في اقنغ كنت تعيش باش كنت تعيش الجروب تاع الجروب هزوت تتخذ القرار خيو ذاني تعيش نتاع الريفت باش تستكير حسابها هذا الاستاذ ماشي نير ماشي سكي غير حسابها وهو انه نجتمع نص الديمقراطيه ولهذا عندي يعني الراي محمد النعلوري شاقش السيف والطهر والطهر لا علينا لا ما راحش تشتغل كلمه عبد الله كلشي واش غادي احترامه يعني تاع الكلمه ا سديجو وضرب المثال نوضه صبحا مثيل نش كانش شخصي وا مثال نش يعني نش من يعني غنش وضرب زيسنا شويه دمنا نش من يعني غنش ا مغارد فرنسا مغارد بابا في بابا هذه حمار بي في وثير الهجرة فرانسيس قناص ستاني اكزيلي ايكونوميك يعني ياور ياور سمازيغ ياور زي الجوع النفي النفي الاقتصاد بابا هذه حمار بي قاسم النفي 1962 ياور زي الريف ياور زي الجوع باباس حاج محمد وايش محمد وايش بلويس قام محمد حاج محمد وايش 1932 ياور زي عريف غد زي زي الجوع جدي سن بابا بابا نش اللي حما بيخرق ذي 1934 بابا باباس قد نخفين شو سنخشان مر بيخرق وتصور شك مر بيخرق جدي سن بابا يوقع جدي سن بابا ياور زي عريف يروح غا كناريا يكذيني 34 سنة وحبس ياور زي الجوع شو يزم ما دي سجن خون هارا اذيني نش وثتاسد والو يا عريف وغاك برحق يعني مين دي تعيش غنش الخو ثاوينو ايثما يما يما قاري مثتا مين دي تعيش الخو النتيجة من الدولة العلوية اللي عارف سامحي هكوا غاش غنحيرك خاصو هي ندير خو السيور دي يعني لا ماشي خير خو مين خصها شي غنيش قانش قاو تشوف واش كيتتنع عمود قادين يعرف ولكن الدواس نشا نفس معمود نيختا نفس معمود نيختا الدواس يعني مين تحسني وداني نحس زيس نشي نتحس زيس وزمان شري ثيني وزمان اللي خلينا نختار جينا وزمان هي تشك شكوى الميدان شو تجيبوا الحركة نعرف على كل حال نشي نرمد الزيس نقص الحوايج حين جانا دي فغنا مو الحراك نرمد الزيس نقص الحوايج على كل حال ما يعترف ولكن مشينا الاخ عبد الله الميل في المطلبي قوا تجيبوا ديج الاصنام شنو نقشنت الجزرو شي قمم من الجزرو ما يمكنش اتصل الحوايج وقعت عام زيزين زكوامي اتصل الحوايج وقعت مش تو ادوا عاد اي جنس الطاف ادوا عاد غير جنس الطاف ادياو وي جنس السنية لي زوطاج اللي ندير ديال الدار البيضاء ادياو ادياو وي جنس زيسن هذا هو خيالي مور خيالي اهي دياو هذا سيوش داني تيم هذه السيور ديال الحراك واش تزاد من غيري ثاني ثقه باينه إني ذي ندير حبس الخو أرمي عيش الفطرية أو زي سني الجن ذني تساع سدة إنا ساقش سيور ذي الحراك إني من تخصد دي عريف وش أتزال من دش عريف قمنا يا غاو ويتي ذبو غا آخر نتواز ديس مرة نش طاوينو 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 قشرها قد كرم تمسز زر الخو طاوين نتواز دي عريف ونشو ذي تكسور ذي الجن أداني غذي المطالب أناني
وني تكسوري دي جنة دينير المسؤول ذا الملك المسؤول ذا الملك ما يمي لأن ذا المسؤول رئيس الدولة المغرب انتجر الرئيس الدولة المغرب إن تد عبد الله نهاني إن شي عسكري مري بعد 10 كيلومتر تنتسي تشن التنفيذ ذوني انت يعني تعزي 15 كيلومتر تتشن الأرض أنا خيالي وذان الحركة تقني وذان يساور عندي إشقان الحكومة إشقان الوزارة إشقان إيوا روح نسير قايل روح قل حراك أكر قايد الشعب قاكس الحراك فهمت يعني وني خصني نسير واقعيق يا أمو هذيك سي المسؤولية بس نشي من زي ختتان ودابير شمني نشي أنا كسي المسؤولية النخ نشي ودابير خميت نهزي أمو ديك النقاشات شنوينا ديك المسيرات ديك الوقفات ديك وينات نكسي المسؤولية النغوة تكسي المسؤولية باش تقد أي النام مشيني ما سميت خصم إني ماس الحيرة كني غيني ماس داري فيني غيني ماس من ما خصم نشيو دابي نش قاغص تكسي المسؤولية إنو ذي ما نيا ذو تذي كلمة إنو غاري المطالب تسوي غاري شكا خير عالي ولكن ما رخصت تسوي لسوي الرفع تفضل شي زوار ماش ما خصد غاي خذ راحت مجلس قانون قابلش قابلش ميل فنطلاوي عمك إن ثومة عبد الله تبعي ثومة أنا ومحمد زارت من الشخصية تيجي من مرحلة معينة وهي تسمى خلي مرحلة زمنية معينة الأكد ذاني تذكي غور أنت ومت محمد نينا نهارا سبمري غار المختطفين علاقتنا وعرام مش غاري بالنسبة للطم قرانت من المواسقة الثقة أنه إن هرفنا لنا أمغانا نصر الزوسافي القيادة بصفة عامة أتفوت غير من شيء المطلف في الملف المطلوية واني تيواس واحد وعيشين من نقطة ثاني تا يتم ذي نشق طاري قناعة وزماء تنهز أدنا عقطف غاي نقطة إن ثومة محمد مدى مقا ثومة محمد إن ثومة عبد الله ربما قاتلت الشك قاختنش شي كان جنان دو سولدوف للحراك الشعبي خاص أكدر للحراك الشعبي ماشي اللي دعم الحراك الشعبي للحراك الشعبي نسحي الساعة يخفلنا جزء لا يتجزأ زي الحراك جاري إني سيتو إني تسمان عاد اللجان قانسا لجنة متابعة ما نعرف شنو متابعة الشهيد محسن فكري ملف الشهيد مهم وأحسن شو نسي هو شيخ لا كافي كتر يعني فكرة وشو مهم أول مشت أمانة نسيج مشت أمانة نسيج مسرائيل هو يعني الحرية التامة لأي واحد اللي يسمى ما مشي خس برميغة غسي خلق من مسنة بجيس مهم الشي كان جنا الحراك كان جنا جيدو سولوف نكسي القرار اللي شينهم زغارو إلى تجال جنا الدعم الحراك الشعبي نكسي القرار بإجماع إلى الطاس اللي قلنا من قيل لجنة نكسي القرار بإجماع أني لي دي جن جزء لا يتجزء زي عريفة أما كنو الشين الدم منا يتزرن دينا دم ذريفي قوح حواس قاني قابية على أي مدام نقا إن تومة محمد يعود يعني تومة عبد الله ولا العكس أنه المسؤول الأول هو ذو الملك المسؤول الأول ذو الملك سواء يعني قانونيا نيغ أميا ما دام أنه أنت صاحب تسمى الكلمة الأولى والأخيرة كيف ماث يعني أنت تحمل المسؤولية المآسي نعرف أولا ماشي جديد أولا إن نثرة هما ناصر الزفزافي وقال واش شين تحوجاني غناني شين حاجة الزينة وإنما أوريق الناف ومغامرة ناصر الزفزافي وليش نتيذ تقوس تسمى لا مجال للشك مادام نقع أولا يعني خلي التالي نهارا إيجا مسؤول قيل اختطافات نتوقع قاريف إيجا مسؤول قيل مدانمات نتذرين سنخرع عني حنجاني مزيانون وبل ماشي غا سنخرع عن ذنوها وإنما اعتقل نثن خطط فنفن سوق جنك نخصف مليان سن ليجن العار تسمى ليجن وش من عار تسمى قيلنا لنوريتا يقول غايج المستوى
يعني الى درجه تما وزما خاصنا وزما خليها في المقارنه كشي انظمه ديكتاتوريه علم كي كي التاريخ وما بالو بالقرن 21. نيش خصني نغلب لي من الطلابيس النقط انسيدايس فعلا نقط تما حقوقيه زينها لنا مزقارو نشوف نسمي شي بكل صراحة نقاط تسمى مطلبية الطلبات شكل الجامعة طلب السبيطار واش تجيش الدولة طلب ذلك السبيطار واش الجنوب السوداني طلب يطلب عصي محمد السادس سبيطار ماش ريا عصي بن السبيطار ديني عاد قرية من غرا يمول يجن سبيطار كي باراغواي تسمى يتقايد ديس تسمى الحكومة باراغواي ماش تنازل الاعتراف زي بوليزاريو يعني نشنين نير ميف مطلبي خصو تيري بوشي المصطلح اصلا تسمى نشو زارخشيط نيشان يعني من يتجن الحق رحق واش نشنين مواطنين من درجة تسمى عاديين نير نشنين مواطنين وبخصوص كاع الرفقة في تعترف من السيس مواطنين تسمى الدرجة الثانية نير الثالثة لا نسني راه الاوضاع عند سبيطارات كي الدولة ني تما مزرية اوضاع مزرية كي الشمال الجنوب زي الغرب والشرق ولكن نشي كإرفيا ايتمثل كاع الريف تما اطار الحراك السوار السور خا الريف نهزو سبيطارات نزيد نسن بلي الحالات المرض الخبيث أخذ قاريف تسمى سجن نسبة طم قرانت ماشي على المستوى المغرب كوشي وإنما على المستوى الإفريقي بصفة عامة نسم إذا تمتنا قبري يعني زي عريف سواء زي الناظر زي الحسيمان زي الدريوش ما نسمى زي النقاط الجغرافية زي عريف باش هذا هو مغاربات تمتنا قبري فهذه جن حالة تسمى إنسانية ما لبنى الماس شي حاجة غور ضد ضمير إخصى غاسي بد وما بالك مرا غانا يجن الرئيس الدولة يتم نسن كل شيء أنه يتيرع بالثمانيات إي غاسل أموال الدنيا وما فيها بإمكان وماشي غامانين يتم غانا يجن غان شينا بالنسبة غان شين ك يعني مغتربين كمهجرين بإمكان نار بالنسبة ولكن من هي السنة كل شيء تم ممنهج السنة مقصود باش تخرج عن عباد الله باش تعد بن عباد الله باش نمثل عباد الله السؤال طرح غنش واش الملف المطلبي بين مزدوجتين ذوا السقف الحراك يعني زي الملف المطلبي يا بارع ونازو شي نش شخصيا قال لا لان تعتبر الملف المطلبي ملف مرحلي زمنيا قابل اللي نشين غانا غادي نتصل المزرعين سواء تاريخيه سواء مستقبليه خصنا نوضح خصنا ككيان ريفي نوضح من العلاقه غانا نشين هذا النظام وانيتي واش ذنيشين التعايش علامه الاستفهام نغو ذنيشها وين انا ما سمي بهيئه الانصاف والمصالحه الجميع اعترف انه أتي ديني نصيج المصطلح ربما شي حاجة زنقاوي ما نتسرانا نغيو لان عشاكم يعني حشانا نخت فهمت؟ وقد جي نستعويذتي واني غاد جل جالي دين ديالوغ الريفية كيسقا مش نستعويذات بمن يجي المشكلة غام؟ أنا المشكلة هما تينو هو أذني بو لا إنصاف ولا مصالحة وإنما أذني مصلحة لبعض الأفراد من بينهم سيد النبي وخمير ذي السوار ما رخص ذي تحسب أغد نشه التصدي وذنه ولكن أثنج حسن يعني وذني لا مصالحة ولا إنصاف ذني أمثنا ونغص المصطلح مني جيني سرهانانا الشينانا يسيد المآسي نزلزال من الحسيمة نخ يتم آنين عانين تسمى عانين على المآسي من الظن يجع زيادة إلى المآسي الطبيعية من الإنسانية ذني بعض العناصر للأسف ثوان دمنا يتوحسب من الاثنين ذريفيا
أورين خمسينا أما كنو ذن بعضيث نهارا تاريم خلحيرك إذن يتغي من السؤال واش سقف دوين تا نش شخصيا قال لا ماني غايا وسقفا السؤال ويسنين يتبعي فيه يتسمى مباشرة نقا ماني طبعا يتعلق سنين مسرية يتعلق الجماهير الشعبية إلى أي حد يتسمى بإمكان الجماهير الشعبية أذو كانت جي الحراك أذو كانت يتسمى جي قبدي باش يتسمى ربدا لتري الجديد بين مزدوجتين المطالب نقطة واثنين غاس العلاقة طبعا النظام واش انت فعلا غاس نية هذه تنازل تصل مسرعين لأن نرى تمشي طلب أمر رصاص كويلة ذينا وإنما إخصان غانيرين حقوق سياسية كمواطنين قاعدين أثني درخواء تم الشعب يغاس الحق يقرر تم إي غي خضان أنت غي فرضان يعني في النسخة وينك مثل الموقع أخو الشعب مني توصلك الدولة نيغك السلطة تريد الممثلين طبعا ما يسمى بالأحزاب السياسية الممثلين عن الأحزاب اللي يتمارس السياسة الممثلين سواء الجماعة يضرب برلمان من أي قال ما مش تخسر الصيودن يعني ما مش توريش كذا الصيودن الشعب هذا الصيود دوار الناس السلطة الحاكمة إذا فيرو اللي ديني جالس مثلا زم تم الشعب صرفوا ظني غادي يصير يقيمك الدولة ديريكت قاس الممثلين يعني ديني طيب. القانون من ناحية تم المنظور ما مش غادي يقدر مثل المؤسسات اللي غادي يصير القانون قمرة تغوي كوري جندي الشعب مثلا كوري جندي الشعب الشركة هذا الزر هذا الشارع الشخص هذا السيور غادي الدولة غادي يتوي من المستشار الفلاني المواي الفلاني باش يقيم غادي سينيغ من عزو يعني هو ديج المشكل تما ايه المشكل يتسبب الدولة ربما احراج ربما شذت ذي المؤسسات تخمين القضوة ذي نقول مؤسسات يعني وفعلا فعلا يصير الحراك المبارك يستظهر الحقيقة من مثقات شكل تسمى المؤسسة زي ذينا نشي مقارسة من الدكاكين السياسية بالنسبة إن الشخصية من خليت ما لن أنا أوضح حتى على درجة المؤسسة بين مزدوجتين من مقام البرلمان من المجلس من الاستشاريين يعني وغاس نتبوشي القيمة للمؤسسة باش تتواصل ما بين الشعب يعني ميك غا تتواصل أصلا ميك غا تتواصل قفا موض ما لو تسوق الشعب وتغي السوق مهم نسم باللي الحراك الشعبي نعرف إيش الحراك مبارك الصدعات ذاك الشني ذاك سكير مخزن هي الأحزاب السياسية نيغز الشين الجمعيات الاسترزاقية يعني بصفة عامة مواصلة القومة عن النصر الدكاكين السياسية يعني ينوض شيء غا يعني بعد 60 عام أكثر من 60 عام من المحاولات نيغز التجربة السنيرة ووض شيء غا درجة أذيرين في الخيط ما بين يعني إذود ذا السينة الملك هادشي ما راك نسيد انا ريت مع واقعيين الملك نسخ في نسخ سوى تحكم قاعد بكل يعني صراحة باش نكون دولة دولة المؤسسات دولة الحقوق الى اخره يخصى الشعب اللي يحكم يخف في نسخ ثانيتي تسمى مفروض زايز وقال ندير القرن 21 غانغ الجيران غارع يعني الشمال اسبانيو عاصم النفس يعني السيستيم السياسي ذا الملكية الدستورية فعلا الملك ويسيوين كاز دباع حنا سنين راح سنين دانيتا فمن يعني القرار خطغى غشع ذا منايا ما مرات ما جوارت السؤال على أي مشت ندور نقطة نختصر إن شاء الله شي حاجة وش غور يشك نقطة من المطلبي نقاب اللي الشارع الجماهير الشعبية يخصى راكسي حسمن نسم باللي الحراك قاريف اكيد يحسب قد طاسم المصريين لا شك فيها مقابل لي المخزن ونيتي مريوة دي جبيد لقوط كعادتي مقابل لي الحراك الشعبي عما صدي قيم كلمث مطلبية ونيتا وها نسم باللي امان الناس الزفزفي يلمحي تلقى طاس وورني نس يلمح تصعيد يشارغ شنو مسرعين مهم ونسين
ماني غتفوت لهذا بقى الشيء اللي تيجي الحراك مغطى باللي هذه حاور بنادم طبعا يعني حسب الامكانيات هذه حاور درجه مواسقه هذه السيري في السقف المطالب هو الراي صوريف صوريف فعلا قال يشكو اول شيء لو ما توفق طبعا الاراء تحتضن تحضر مثل مره بالنسبه للملاحظه الجزائر بديتوا تاريخ الملف الحقوقي ايطوار عندي الحسيبه يمكن تسرنا يا اسمها من اول الصباح الملاحظه الطغاري خلمين في الحقوقي يتوافى عندي الحسيمة اتصل نوذان السور قناة شيخ السامة التالة مش شخصيا يعني ليسيز في مسرعيين وجي المشكل دي السبيطار ذو بريد ذو منين يقع طبعا ذي نادن غيخصن يخصن السبيطار يخصن وبريد يخصن ثمزيين يخصن كوشي يعني كوشي يخصن المشكل هو سياسة الممارسة على المنطقة إذا باش تتعب أبريد بني نقع السبيطار التمزيد مهم فينا مار المطالب الحقوقية يخسن أن تتعب مريت تغطي التعب الدولة اللي طبعا مريت التعب أتغير سياسة الممارسة خلال المنطقة ما يبقى سياسة الممارسة خلال المنطقة لحقاش السياسة يتهميش المنطقة تعترف زيس الدولة يعني من رجالات الدولة اعترف ان تغذيني جن نوع سريغي جن الخطاب جن ووارج من لقاء الرئيس الحكومة الحالي ولكن انها تتزق بتغثن عدي مراو عقرب مليح تغث عدي المعارضة انها بالضبط ذي النظر انها شو اتقان السن اللي يعرف استحق ماشي المسألة الحكم الذاتي وانما السن اللي يعرف يتعانى سجل ممارسة ممنهجة من طرف النظام دي الفيديو دي الانترنت مش من طرف النظام ممارسة سياسة ممنهجة اللي يعرف اللي تهمش بحكم العلاقة تغاس عرفة المركز إذا من دي نرخو المشكل هو أن تغذيني تم العلاقة المركز ربدا ذي نجل الصراع هذا عروة تم تاريخيا السنة الذي نجل الصراع جاء المنطقة للمسقنة ذا المركز الإرث التاريخي دي الإرث التاريخي ذا الخصوصية غاس المنطقة خصوصيات المنطقة. بني مارة هذه جمعة العلاقة غاسك الملف المطلبي. بني يعني نسبيا بأن الملف المطلبي ما يميوه يجري أرض الواقع. لأن هذه السياسة ممنهجة على منطقة نعرف مثلا بغض النظر مثلا الجنوب الشرقي. قحت الجنوب الشرقي ديني غاس الحاروات. ولكن ديني السياسة ممنهجة قحت يعني ماشي يوذنني ولا انما الدولة تمارس يجن السياسة التفقير التهميش يوذنني يعني تعيش لنا يجن ميدا شغينيا يمكن يريفيين تدارا شوية تساس جروبا عبقل ولكن قيمين سوى الدقيقة نفس الشيء اذا الخوم الملفة تما خمينين تساور الملفة الحقوقية ذيني يوذن طبعا تقين تساور السياسة الممنهجة ذيني باش سنتيني دي ان خص الدوله ما خص ديك شغل المصالحه كاريف خص تغير السياسه نتي ديك يوذن واسني تفغن واتو كتهجير ود ولكن من السؤال المطروح ان ذي شي يوذن تما ديني مجموعه ما يسمى بين قوسين نخبه نعرف نير نشاط نعرف ذي نتا قراش غنغلبي في المطلوب واني بعدا من الفني حقوقي خاص نتفاهم قبل الفني حقوقي لا الحسيمة قوتي هنا عرفوا ليش غيني يبقى الملف المطلوبين الحقوقي نعرف سيني غثوا متين وروح من عثوري قيلني 21 مطلب النير مين لا مين السوار مثلا غزيو مين دينا غدا سكني زيو مثلا إذا وني السوار في المنطقة الحسيمة مريناش الجامعة يعني نواة جامعية السبيطار مريني توي السوار في المنطقة الحسيمة أو السوار بخلاء يعني نركز في النقطة هي وأكثر من ذلك سقسان الزفزافية أمغار الزفزافية سقسان من الناس ميدا جديد هان ذي النقطيين غير النقطيين ذي الملف سقسان تخشان المطلب طبعا بالضبط شان المنطقة زي الريف الروس تمدري وجه المناطق الناس بشوية جهوة سي
خيو ذاني يديري روح يقمن ملفات المطلبية يعني من يخصش يني زفزافي ذي بسرشتها يعني قارش قنش وجابه وصي خارف يكبر لحد دين أنا قنغ ذاني تنسور يعني المشاكل الاجتماعية غانا كل جني يقلل في الحقوق المس وهذه شتم المسألة ويستنيني مش القانا نقيم ذي الملف المطلبي النيم مثلا قانا مثلا نفس الأشخاص يكسين القضية قارش قد دفع خاص ذي بارا ماني خاص يدفع ذي الاتحاد الأوروبي كيف يعقلش تكسين فازو الجامعة تتادستي المغرب تحت الاتحاد الاوروبي قضيه مساله داخليه الدوله داخليه يعني تحت قيم ديني ما مت يعني دين شان مشكل سياسي يعني ديني مشكل سياسي يعني القرار اللي تما باش نعدل العلاقه اللي غنخزمت العلاقه اللي نغيرين اديري مليحه كالريف جا المركز دار الريف منطقه الريف طبعا ما رقناش بلي اللي خص ديري قرار سياسي غير عدل تبسرش الدنيا يعني قرار سياسي ثمس رشد المغريت ديني يتصن وذان طرح انتو غالي ديج النقطة ديني أصوات طرحان ديج الفكرة قانا شو الدقة منايا ذا الحرق منايا ديج الصراع كل مركز غانغ الخو مدام ديني غايف مثنى ليو غاجب مرحلة قد عدابان منايا النقاع مام غانغ تصغاغ أنيسي كالمسألة المطالب كورقة ضغط ديني وذان السيور الخاص طبعا الرأي الإنسان يحترم كل جني قبل أفكاره ما مش مرمي ما يمي تقني طبعا على حسب الأفكار الإنسان هذه الأفكار طرحت يعني انترسنت ذيني الفكرة ما جسقان ما يؤكد ما نيني سقسن بس نزفزافي عايزة حمد سقسنت إن الناس شكل خوكا يجنزي العائلة المعتقل إني مغار بس مغار كالمعتقلين من توريد أنك ذريته جروبا سبيدا سنين رميت سقسان يغلا الناس مش وغالي من دوم غينير وأكثر تم الجملة دي سنين بالضبط الناس مجلس قانا المثال اللي استعرفت أهل مكة أدرى بشعابها ومثل إلا في ليو ذات جروبا وفي نبويري فينا طنك تمغسان السنوة الناس مش وزما غادي نديني خصني تال شبي زما غادي نديني اننا غنمشي نتعانى بيت كي قاكني و السنه ما قاكني و ديال اهل مكه ادرى بشي عاملها ثالثا ديج الرساله ان تبابس نزفزافيه اذا تما كاختصار المداخلين اولا ديني اجل العلاقه التاريخيه السياسه الممنهجه داري يعني خصها تغيير السياسه ماشي الملف الحقوقي ثانيا الملف الحقوقي يختصر وني راه بيسقسن بزافين الناس قوني تنسقن الملف الحقوقي للحسيمه طبعا راه بيسقسن في المناطق النغري ديال الناس روحك من الملف فاتنو ثانيا ويسترثا صح شخص محمد ويسترثا صرا تما النقطه هي ان ذي بعض النشطاء طرحت الفكره مدى الحركه قنغدي الصراعي كوا من تغيير المنهجيه غنستعمل الملف المطلبي كاليوم الملف الحقوقي كورقه ضغط تما تغيير وين الميساج ويسترثا باش اثير كارنيشان هو ان بزاف الناس اهل مكه ادرى بشعاب غير بسنان من غنك دونك تما تينا النقطه اللي تغشج لنشخ المساله هي الملف الحقوقي المهم دوم غيرير تواجد نقاش ديال شنغن عندي اورن كاع اورن كاع 28 يريفيين مره داس غا بلوكسيل اذن لينا وارد يوز تقدم نس هذا سنغريز التعقيب في مين تنين امني اللي انه باختصار شش غريز الاختصار دولة تري قائمة بذاتها وبمؤسساتها لا تنظر الى الشعب هل سيطلب مستشفى أم سيطلب جامعة وإنما هي قائمة بواجبها والواجب مثلا ذي الضمان المستشفى ذوينات ما خاصة السيوس الطريقة هي الطريقة بن شماشة قيمة النظير هاد قال منهجية قال مؤسسة قال دور قال أحزاب ونداء نشين في الضاكس وعذين بول أحزاب ذي المغرب ذي دكاكين السياسية ذي نيوذان خفت مني خمسين يعني باش ما تقصع شي شخون نغني غنضيع روق تمو نقابل لانه ما تجمع واحد جنش توارغ المغرب دل دولة ثوضة ماشي عضة ثوضة منحطة يعني ثو الطموث خميغة ثفذ إيوذان
تمن دار عندي الزناقي تمن دار عندي السبيطار فمش على سنقل المطلب تسمى يعني اكيس نقل الحوار تستورخ المنهجيه الدور السياسي وهذه نبو السياسه ديني الديكتاتوريه هناك شخص واحد دستوريا هو الذي يستحوذ على كل المؤسسات القضائيه والعسكريه والاقتصاديه والمناجم الى اخره اما تقنش نهاد وكيمشى رخون الشين خمينا الزوخ الغروم طرح غاوروبا خمينا الزوخ المدرسة طرح غاوروبا رخو حتى ذا مزيدة يمكن يوذان القيم الوطريح نبوغا ذا مزيدة يمكن اشي نلاقى نحغا قليس يرخون خزا بوركي ينفض السوق نسم يعني وانت غيميشان الشين نستعمل نفس اللغة استعمال ذي بن شماش ذي بن هيماذ بن والسين غمانا واللي ذي البرلمان تيران تحشن خي وذان غاسم تيشنا سير قصع الميزانية 240 مليار نشد سوغ تستعمل غير الاسلوب باش كي نقل المناقشه الا لا سوار دخل المناقشات سوار دخل السياسه المنهجيه مش دك تواريخ ديباسي غير صناح ديريكت واش الدوله هي قائمه بذاتها واش تك الواجب من سنغلا وتقبل الواجب من شي المواطنين لسنا بسياسيين يعني نقار راي نقا مواطنين لتفعيل الفكر المواطنين النظمي باش تفكروا راني هنا انا مارس الضغط ذاني تاع الجروبا اخر مارس ديال المغرب عبر الاحتجاجات يخص هذه يوقع التنزيل مثلا الحقوق اللي خصني المغرب ديال الامم المتحده ما مشاش نغمانيش تمطوف في سويسرا ني غاسقى ماشي ديال الامم المتحده الخد دفاع عن ناصر الزفزافي ني غاس ناصر الزفزافي حاول تنزيل حقوق الانسان وحقوق الدوليه كريسينيا المغرب الامم المتحده خصها تنتفعل على ارض الواقع يكاد ديكتاتوريه العلويه الناس لا وهذا بو حقوق الانسان وهذا بو حقوق للاحتجاج روح على الامم المتحده الفقا نغدي للبرلمان الاوروبي قنكوا قاص نهار 28 انخزع الكلمه للبرلمان الاوروبي من غير من طبيعه الحال تشما قد غاس ديني هنا نمشي نتكمن خانه ست ساوت انخزع ما مش غنتعامل واش نصعد من غالك مادام فينتي مسرايين مصيريه قيع الريف ديال المصير قنهار زي 60 سنه ما هو مصير الريف مساله امه قال أمة الريفية أمة أمازيغية يعني المصير هي مسألة مصيرية واش المصير نهار تقرر الاتحاد الأوروبي سنرى ذلك ولكن إن لم يقرر في البرلمان الأوروبي من يقرر ذلك يعني الشعب الريفي إذن واش غنغير الحق في تقرير المصير أو عني مرا وذي النبوشان الحل ذو السؤال المطروح وتجيبوا الفكرين ولكن سؤال مطروح تشتحكنا شو هذا النير هو رضا الحاف خميني إن عبد الله الحاف هو هذا النير من المعينة إنش إكسان غرغبا أشو شغور الاختبار أيوزي شك أيوزي كنو مارا إثما أما شي تبان أوري مش حمال إنا عالي تخصى أما مش تبان كذلك أنا غطاس الأسئلة تغيمنت للأسف مطروحة أنا أتص غذاث من غناك الخدمة كيريفيا شي هو القدر النط يعني من يجي مهم هو عن تحمل المسؤولية النط كوريجا يتحمل المسؤولية نسينا ثومة محمد الجينا شقايا كذلك أقايا كذلك ثومة عبد الله اتصلنا النقاط طرح يعني الأسئلة عفوا وما توفيق كذلك تسمى نغذى الطاس النقاش ونتاج ثلاثة النقيضين ولكن السنير عاد ذنية وراء الطاس قدي ما نايا ذي نثين نقيضين مواضيع المنظم السيتي من مساقع قي القريب يعني قي جنو مساقع يقعد طبعا ازدثنا الطاس ازدثنا رجع يعني برنامج نظامي زمار الوحدة الدينية ستوكهولم لاني محطات يعني مهمه الشقه يعني طبعا
ضمني طبعا استعدادات المحطه النظام الصناب اللي غنغ باريس في المستقبل القريب اني اطاس الخدمه قاتني وتخصي ماذا ما الريف يتعانى ماذا لما يتمثل اقاسن غير حبوسات من العار سيتيم غنيري غنيري نتفيز ما كتازي من هذا ابريد لزيرا اثنوي مرة يتمثل نصف يتمثل شكاشكم تقاديشكم أنا مسجع يعني ثاني تتغطم زواروت سمح يا عزيز لنا ثاني تتغطم زواروت اللي خدم زواروت يعني الشكل اللي خدم زوارو أسنعود قصاني ديبقان هذا نعلم دي سيمانيا أنا خزام من ثانيك جنت نجد النغني نجد طباط النغني سيمانيا دي اللي الإعلان إن شاء الله توفيق أخشى لا شتغل غورين وين قامش اللي بسيتي بيت مثلا قد حبان دي مجلس قام دي محطة النضالية ديبقان ديني 24 ستوكهولم ديني 28 سيتم ديني ديجو مسنقار دمقراني ريفيين هو المهم تقدك اليوم مرة شكرا